بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نسأل الله أن يرحم موتى المسلمين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يرفع الغمة عن المسلمين في كل مكان. الإخوة يكثرون علي في مسائل الأحداث الواقعة، وأنا أقول لا يوجد مسلم يرضى بسفك دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رضي بذلك وأقره فهو خارج عن ملة الإسلام، يستحل دماء المسلمين ويستبيحها، ونعوذ بالله من ذلك. ولكن لم يزل في الأرض منذ خلقها الله سبحانه وتعالى ما ذكرته الملائكة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لحكمة الله البالغة، ليوجد من يعبد الله سبحانه وتعالى وسط هذا الركام من الكفر والظلم والفساد. نقول ماذا قال موسى لقومه وقد قتل فرعون من قتل من إخوانهم المؤمنين، وقتل السحرة آلافا في يوم واحد، وقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. قال عز وجل، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. الأذى مستمر قبل وجود الدعوة الموسوية وبعدها، وكذلك في كل دعوات الأنبياء زاد بهم الأذى. كان جواب موسى، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولا يلزم أن يكون هناك عمل مباشر في مواجهة ظلم واعتداء وتجبر وفساد وصد عن سبيل الله إذا لم يكن مقدورا عليه، ولا بد أن تنظر في عواقب الأمور. لا أعني عدم عمل مطلقا، بل هناك أعمال كثيرة ربما كان التفريط فيها سببا لتسلط الأعداء. الصلاة، الصبر، ذكر الله عز وجل، الاستعانة به سبحانه وتعالى، اللجوء إليه، الدعاء. سنظل هكذا؟ ليس عندك ما تقوله لنا إلا أن نفعل هذه الأشياء؟ نقول كما ذكرت في أول هذا الدرس، قد أجلت الرسل ليوم الفصل، فما بالكم تأبون ذلك؟ أعني قد يكون هناك أوقات لا يملك المؤمن أن يدفع عن نفسه ولا عن إخوانه، ويراهم يعذبون كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم آل ياسر، ولا يزيد على أن يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، حتى يقتل ياسر ويقتل سمية ويعذب عمار، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد ما ينصرهم،
ويدعو نوح عليه السلام، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. هذا عمل، هذا دفع، هذا من أعظم ما ينزل الله عز وجل به عقوبته على الظالم المجرم ويدفع به عن عباده المؤمنين. تحقيق الإيمان، نحن فينا من الصفات الكثيرة التي تحتاج إلى تغيير، ربما كانت السبب في أن يعاملنا الله سبحانه وتعالى بتسليط من يسلطه علينا. لا نعني أن كل واحد لابد أن يكون ظالما، ولكن إذا انتشر الفساد وهو من أزمنة كثيرة ومن عهود طويلة منتشر في أمة الإسلام أدى إلى حصول هذه المآسي في المشارق والمغرب. الآلام كانت أكثر بكثير عبر الزمان. تذكروا يوم أن دخل التتار بغداد، ويوم أن دخل الصليبيون بيت المقدس، ويوم أن أبيدت دولة المسلمين في الأندلس. كم من الآلام، كم من الدماء والأرواح، ومع ذلك استمر الإسلام ولم ينتهي، وكان المسلمون في حالات ضعف شديد وعجز في كثير من الأحيان. ليس الأمر في أمر الشجاعة أن يقدم الإنسان في موضع يعلم ويتأكد أن عاقبته، بدلا من أن يكون هناك ضحية واحدة، أن تكون هناك عشرات ومئات من الضحايا. نعم، أمر مؤلم أن يكون الأمر بالصبر في هذا المقام، ولكن قد لا يملك الإنسان غيره، لأنه يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يطاع أكثر من أن يعصى. لا يريد أن تمنع أنواع من العبادة، من الصلاة، من الصيام، من الذكر، من العلم، من قراءة القرآن. هل ذلك وارد والناس ستسكت على ذلك؟ نقول كل شيء من ذلك قد وقع في التاريخ أمثاله. لابد إذن أن نعي واجب الوقت، ندرك حقائق المواقف، وليس الأمر بالإقدام دائما هو الشجاعة، وليست كل الأزمنة والأحوال يتناسب معها ما فعله المعتصم يوم أن قالت امرأة ما معتصماه لما كشف ثوبها، فجرد جيشا ليفتح عمورية، عندما كان هناك قدرة وقوة للمسلمين. نحن نعاني ثمرة تسلط الأعداء منذ أكثر من 100-200 من السنين، أكثر من ذلك. الأعداء قد تسلطوا على بلاد المسلمين لينتجوا نوعية تتتابع في أن تكون أبناء أعدائنا منا، ومع ذلك نقول لابد من تغيير في أنفسنا أولا وفي من حولنا حتى يغير الله ما بنا. لماذا لم يتغير؟ قاعدة: إذا غيرتم غير الله ما بكم. إذن التغيير الذي تم ليس كافيا، قضية منتهية. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، مش لاقيين. يبقى احنا لسه ما عملناش الجزء الأول اللي علينا في جزء. وهذا لا يعني أن من قضى خلال هذه المدة قبل أن يأتي نصر الله أنه قد ضاع، بل لعله قد كسب وفاز واستراح وبقي التعب على أهل الدنيا. نقول الموازنات صعبة بالتأكيد وقد تكون مؤلمة، ولكن لابد أن نفقه، لابد أن نعلم ما الذي يترتب
على أي عمل من الأعمال، عواقب هذه الأعمال، هل عندنا ما ندفع به عن أنفسنا وإخواننا أم ليس عندنا ما ندفع به؟ إذا كان الأمر على جواب لن يختلف عليه من يسمعني ومن لا يسمعني كذلك، فنقول لنا الأسوة في قول موسى صلى الله عليه وسلم: وقد رأى أبناء أمته يقتلون ويذبحون، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وإن لله وإن إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأنا على يقين من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس. وأنا على يقين من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ قوله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الدنيا كلها تزول، ولزوال السماوات والأرض أهون على الله عز وجل من قتل امرئ مسلم، والله سبحانه وتعالى قدر مع ذلك قتل ملايين المسلمين عبر التاريخ لحكمته البالغة. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ الله سبحانه وتعالى جعل هذه المحن تمحيصا، وكم ترون من الناس يبيع دينه بعرض من الدنيا ويهتف بأنواع الكفر والضلال والنفاق والصد عن سبيل الله. أنتم ترون أنواعا من الفتن يغرق فيها أكثر الخلق. نريد أن نبقى على الحق، نكثر عبادة الله عز وجل في الأرض، نقلل معصية الله عز وجل في الأرض قدر الإمكان. الجهاد ليس بالشعارات وليس بالإعلانات وليس برفع الرايات دون أن يكون مقصوده وما يغلو على الظن من حصوله إعلاء كلمة الله وزيادة الطاعات وتقليل المعاصي والمخالفات. ليس أننا نصنع شيئا، نريد أن نصنع شيئا، ماذا يترتب على هذا الشيء؟ زيادة الطاعة وزيادة الامتثال لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم حرمات المسلمين وزيادة الخيرات، أم أنه يترتب عليه قلة الطاعات وزيادة المنكرات وانتشار الاعتداء على المسلمين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم؟ انظر قبل أن تقول نريد أن نفعل شيئا. هناك من يفعل شيئا وهو أن يأتي إلى صخرة ليس عنده معول يهدمها به، قدر الله له أن يعيش في هذه الظروف. هل اخترنا أن نولد في أزمنة ما عقب الاحتلال لبلادنا الذي غير وجه الحياة كثيرا في مجتمعات المسلمين وأنشأ أجيالا كذلك؟ نقول قد ولدنا ليس في أيدينا المعول، كما كان في يد الصحابة رضي الله عنهم عندما قاتلوا بلاد فارس والروم وفتحوا المشارق والمغارب. هناك من يقول لابد أن أصنع شيء، يصنع ماذا؟ يدق رأسه على الصخر حتى يدمى. وما أوهن الصخرة، سوف يأتي وقت تكسر فيه صخرة الباطل قطعا،
هل في حياتنا أم بعد مماتنا؟ الله عز وجل يعلم، ولكن علينا أن نسعى أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. علينا أن نسعى أن تكثر عبادة الله في الأرض، وأن تقل معصيته، وأن يقل الشرك والكفر. من يعمل عملا يؤدي إلى زيادة الكفر والنفاق والظلم والفساد لا يكون مجاهدا ولا يكون مصلحا لأمته. وإن تكلم من تكلم، وسب من سب، وطعن من طعن، وانتقد من انتقد، لكن أرواح المسلمين، دماء المسلمين، حرمات المسلمين، أعراض المسلمين، بيوت المسلمين أمانة. أمانة في من يتخذ قرارا، أمانة في عنقه، في من يتخذ قرارا معينا ينظر في عواقب الأمر، هل يترتب عليه تعظيم هذه الحرمات أم تضيع هذه الحرمات؟ وما هو أعظم من ذلك؟ فتنة من يفتن من الناس، ممن ليس عنده حصانة أمام الكفر والنفاق، ممن لم يتعلم. دائرتنا ما زالت محدودة، من يأتي إلينا ليسمع، هناك من يواظب ويفهم، وهناك من يستمع ولا يفهم، وهناك من لا يأتي أصلا. فكثير من الناس ليس عندهم حصانة، فعندما تعرض مولودا حديث الولادة لموجات متتابعة من حر شديد أو برد شديد دون أن يكون عنده ملابس واقية، ألست تعرضه لمخاطر عظيمة؟ هذا مثل أضربه. لذلك أقول الإخوة يكثرون علينا ويطلبون أشياء، لكن أنا أقول لابد وأن تعوا أن اتخاذ القرار أمانة، لابد وأن نسعى إلى زيادة الخير وتقليل الشر لا العكس، أو لأجل أن يقال فلان قد اتخذ قرارا جريئا، فلان ليس بجبان. الجبن أن تكون عندك ما تواجه به عدوك ثم بعد ذلك تفر من المعركة، أما أن تفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع آل ياسر ومع بلال عندما كان يمر ويراه معذبا، وعندما تفعل أو تقول ما قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، فمن يقول عن هذا جبن وهو يعلم أنه ليس عند المسلمين ما يدفعون به عن أنفسهم ولا عن إخوانهم، وأنهم لو سعوا في ذلك، أعني نقول لماذا لم تفعلوا ولماذا لم تعدوا، نقول أن كثيرا من الأشياء التي يطلب أن تعد لمثل هذه الأمور ربما أدت إلى أضعاف مضاعفة من انتهاك الحرمات ومن سفك الدماء أكثر بكثير مما هو واقع. ولذلك نقول لابد أن يدرك الإخوة ما هي طبيعة المرحلة التي هم فيها، ومن يتهم بالتهاون، من يتهم بأن من يتخذ القرار أو من يأمر وينهى إخوانه بأمر معين لا يستشعر الآلام ولا يستشعر مدى ما يتعرض له المسلمون، أو أنه عنده من الجبن الذي يفلسفه مثل هذه الكلمات، نقول هذا ناكله إلى الله سبحانه وتعالى ونحذره من عاقبة الظلم. فأنت لا تدري ما هي حقائق المواقف وما هو في القلوب، والله المستعان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. جزاكم الله خير.